يلا تعال عبد الواحد. يا سيف ايش اجلس عبد الواحد اجلس يا سيف هو في ترشيش علي عشاء يلا عبد الواحد عبد الواحد يا سيف يا سيف سيف بعدين مناقشات يا شباب غششه يزعل زعلان اللي مغششهم كله سيف لعبتي شوف احنا نفذت الكميه عندنا اذا دورنا عليك كذا لا يا حبيبي ما في دور لسع بس هذه اللحظه الحاسمه هذه اذا الحين اللي على قولتهم الفاصل اللي يتحدث من الفايز بسم الله عشان كذا اتمنى لعبتي سيف جوي سيف طيب اذكرك بشيء ابدا خلوها دقيقتين اقل اقل بنهيها بسرعه يلا يلا بسم الله لا جهز الوقت على المن يلا استجمع قواكم استرجعوا ذاكرتكم طب تسمح لي اقول لها قصه مو بالحين لا بدا التايم جاهزين 3 2 1 يلا تفضل الله انها ماش خلص طيب وش اقدم حيوان أقدم حيوان؟ لا 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 تعوذ من إبليس تعوذ من إبليس بتقول هو صح؟ لا أنا ما أدري بس هو ظني إنه لا 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 أقدم حيوان؟ إيه ما أدري والله الحمار والوحش صح لأنه أبيض أسود ما ضحك المهم بس أنت مالك في الحيوانات أعطيك هذه نكتة تفضل بس أخاف الرجال انطابي لي زعلان أنا أذكرك بشيء لا لا أذكرك بشيء أذكرها بشيء عبادة عبادة توسعي سعادي علي الجيدي والله أنا أحبك بس لا تخليني ألتفت لك أنا بقول سالفة بس يلا قل 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 عادي بما أنها الآن اللي بغي يردها صوبي بقول تعرف سالفة الحمار فقد الذاكرة علم علم يلا هذا حمار طال عمرك يمشي في الليل تعرف الغابة ما فيها أنوار يا سلام مطشس خبط ليح على راسه يا سلام قام لي فاقد الذاكره جو اخويا الحمير يا فلان يا فلان له اسم والله ما ادري ايش يقول كلمه بس ما تطلع خليني اكمل خليني اكمل قالوا يا ولد عرفتنا قال بدا قال لا لازم نختبرك نشوف انت تذكرنا ولا لا كان ابو مية وميتي اسمع هو يقول قالوا يلا تعال ويجيبونه قال هذا وشو قال اسد قال كويس والله العظيم انك ما شاء الله بس باقي لك لا تشتري علي لو سمحت اي انا ماني بحيوان روح هناك انا كله انا كله المهم قال كويس عرفت الاحساس طيب يمشون شوي قال وش ذا قال فيل قال كويس لا ما شاء الله باقي لك اختبارين خلصتها الذاكره رجعت قال يمشون شوي جو عند الزرافه قال هذا وش قال زرافه قال حلو يلا باقي الاختبار الاخير مشوا شوي وجو عند ذاك ابو شوك شو اسمه قنبط صح يا حمار اها هذا كذا اوريك هل تبغى يفوز تكرم تكرم اوريك اوريك انت سنونك التركيبه انا اوريك طيب لا تعلم انا اوريك والله ما اكبر من خشمك الا خشمك شخصنها خلاص عندك شيء؟ ها؟ خلصت؟ لا باقي يلا عطنا اعطيكم سالفه يلا اسلم اعطيكم سالفه يلا طلعنا من الغابه دامه عشان الوقت انا بقول لك يلا هذا واحد يا طويل العمر السلامه بلا اقول لك بعطيك سالفه شريت لي سياره شو كسرت بسرعه شريت لي سياره طيب جالس استذكر السالفه لاني قد نسيتها قبل 6 سنين واجيك ماشي قال لي ابوي لا تسلم قلت طيب قال لي شفت ليه صدمت بالموتر يغدي عليك يوم الحمار اسمه يوم ايش يوم الحمار يعني يوم عظيم من العذاب هفيه واحد عندنا في القريه ما يرتاح لين ينصدم لين ينصدم لين ينصدم من هو كذا يطلع له سياره جديده ينصدم يروح يبيعها تجلي وابوي قد قال ما يدري انتبه من فلان فلان انتبه منه فلان انتبه منه تعال وجهي كاشفني قد بغيت اصدم هذا اليوم تقول انت واجيك امشي 108 أعد ما في طبلون الموت توه مطلع له الانترا جديد وعينا على طريق عندنا في المكان اللي احنا ساكنين وسط ما هذيك الصدمة خليت شنطته تبتسم
والله العظيم اقسم بالله تخيلت الشكل انت والله العظيم انها قامت تضحك شفت الاذرم اللي ما مهزنون وقام يضحك وينزل ها هو طبعا ما هو مدير هنا هنا يقوم يتكلم معي بلهجته ها انا ما اعرف لهجته يسبني هذا الرجال يسبني طيب ما تفهم علي شوف الترجمه تحت حلوه انت سمعت اسمع انا ما افهم على الرجال وين يجينا المرور المرور يقرب الرجال ويقوم لك المرور يجيك يتكلم ويسب ولقد قال ذلك الصباح انك اتيت وصدمته من القلب وسببت له ذلك بعدين تعال على فكرين تعال فقرتك من قناه طولت انت سالفه اللي طولت انا ابغى لك اول تقول خلاص وقف بقول لك معلومه عنه هو يمشي صح بس النهايه عنده ماشي ما عرف اختم ما عرف اختم عشان كذا الف مبروك لسيف الف مبروك لسيف المجموع تاخذون 500 ريال في المتجر يا سلام لهم انا افضل منكم خلينا بجلس معكم جلسه خفافيه قفلوا البث تعال قفلوا البث لا مو قفلوا البث الا تعالوا يا تعالوا تعالوا يا اخوي يسنونك